اسم اللي خلق الخلق شامي ومغربي، ابن البلد وابن العرب والأجنبي. يا شمس هدي وادي حدي وغربي، ونبتدي الجول بالصلاة على جزيرة العاصي. هتعمل ايه مع ستة ام نعمة
وامها الحاجة سكساجة. في الأول يا جماعة لازم نسمع أقوال شاهر وخاله. العدل يقول كده ولا إيه يا عمدة؟ تمام يا مولانا تمام. شيخ الغفر. نعم. قتل الحاج عبد الرحمن وشاهر. حاضر يا سيدي. أما أنت يا جولي فأنت ما اندعيتش لقعدة الكبار دي، وأصلح لك ما تغضبنيش أكتر من كده، وتاخدها من قصرها وتمشي بره الدوار خالص. الله، يعني ايه الكلام دي؟ هو ليه؟ انت زي ما انت هتفضل طول عمرك حمار حصاوي. اسمع كلام سيدك العمده وامشي غور بره الدوار. ايه مالك يا جولي؟ ماليش، ما عجبنيش الكلام، سبتلهم القعده السلطاني يشبعوا بيه. بقى بذمتك يا جولي انت برضه اللي سبت لهم القعده ومشيت، ولا هم اللي كرشوك؟ لو انت الصادق دول الظاهر انهم بعتوه علشان يجيب لهم باكو دخان. ولا يمكن حيلم لهم جوالح يولعوا يتمزجوا. يا اخوانا ما تسيبوا الجدع وكفايه اللي هو فيه. نعم يا خفيف منك ليه؟ عاوزين ايه يا شله مقاطيع؟ وايه اللي جابكم عند دوار العمده؟ ما انتوش مرسيين ليه؟ حدا تعريشه غنيمه. خلاص يا عم ما تزلزلش علينا كده، حقك علينا. الله بس يا جدع انت هو بس، شوفوا مين اللي جاي. قالك يا فتح الله، أما أنت جبار بصحيح، يعني لازم أعرف إيه اللي بيحصل. بتعمل إيه عندك يا جولي؟ إيه؟ هكون بعمل إيه يا شرف؟ هطلع اللي بيحصل جوه، وأحط عيني على أبو عبد خالك. أيوه. بس انت مالكش في القعدة دي، ولا ابوك عبد الخالق عينة غفير خصوصي؟ بقول لك ايه، غور من هنا وبلاش مناهدة، دي قعدة خصوصي. ماني عارف انها قعدة خصوصي يا غفير العمدي، ماني كنت قاعد معهم جوه وانت شايفنا بعينك الجوز دول. شايفك وابوي عبد الخالق والعمدة بيكرشوك. لا جناب العمدة ما كرشنيش، واني من حقي افضل في الدوار. عاوز تمشيني هات لي امر منه. بقول لك ايه، خليك واقف ان شاء الله تخلي المطرحك. غور جاتك الهم غفير من دون الغفر؟ مش نهي ضجف على حيل يا سيدنا، تسمح لك اقعد؟ تفضل استريح يا حاج عبد الرحمن. اما انت يا شاهر خليك واقف، انت لسه شاب صغير. اللي تمر بيها بالعوض الأمر بيه إنكم تجروا بالحقيقة قدام أهل البلد وبراتها وعينها. شيخ الغفر قال لك عالتهمة إنك تمشي حالك، عندك كلام تاني عاوز تقوله؟ عايزينني تاني يا علوان. تعليمات جناب العمدة، بكرة الصبح هتقف في الدوار قدام كبارات البلد من الحسينة، وحتجر باللي هحفظهولك، ولو قلت غيره فيه شهود حيكدبوك، وحتكون النتيجة تتاخد على العاصي ولا ترجعش، وتندفن هناك لما يجيلك أجلك. أنا وخالي وناس تانيين من السخوية كنا متفقين نخلي العمدة في مصر ونمنعه من دخول بشنين حجة غيابه وإهماله للدوار والبلد. أدخل الدوار وأحلف يمين العمودية قدام كبارات البلد كله
وبحبك يا اخويا. ها يا حاج عبد الرحمن، سمعت الكلام اللي قاله شاهر، وافق عليه؟ لو بتحب فتح الله صحيح انصحه، انصحه يا شيخ الغفر، قل له السور حرام وسكة الغدر عوجة. ما انت خاله، ما قلتلوش الكلام ده ليه؟ عموما يا حج، اني ببلغك وما على الرسول الا البلاغ، لو قلت اللي هيقوله شاهر بكرة مش هيصيبك انت واهلك اي مكروه، وحتعيشوا في حماية العمدة بس بعيد عن النواحيدي. لكن لو ما نفذتوش يا ابو خضرة، ابن اختك ما عندوش تفاهم، وابسط حاجة عنده هيشوف عريس على قد الحال لخضرة ويبقوا تحت ايديه، ويشحططك انت ويبعدك عن بنتك وحفيدتك وما تشوفهمش بقية عمرك. معلش يا عمتي، الشيطان شاطر ولعب في دماغتنا. سامحوني يا رجال، ولازم تعرفوا اني مش زعلان، انا مش زعلان من فتح الله، ده مهما كان ابن اختي، ابن اختي ومهما عمل فيه، انا مش زعلان منه، انا مش زعلان. لا حرام عليك، انت زودتها قوي يا فتح الله. شاهر بيه يا غفير التواب، هتمشوا معاه لغايه كفر الشيخ، وهناك هيلم هدومه وحاجاته، ومش هتسيبوه الا ما يركب الاوتوموبيل ويمشي بالسلامه ويسيب كفر الشيخ كله. ليه ده كله يا عمده؟ ماني انفذ اللي اتفقت معاك عليه، وبخطري مش غصب عني. معلش، دول بيحرسوك مش اكتر. مهم دلوقتي ضميرك مرتاح يا مولانا الشيخ حامد؟ الله اعلم بما في الصدور يا ابني. روح يا شاهر، روح يا ابني، ربنا ياخد بيدك وينور طريقك. يعني هنفذ حكمك يا فتح الله اخوي، ابعد عنك وعن كل اللي يخصك طول ما انت عايش، بس في يوم من الايام لابد هرجع لبلدي ان شاء الله، مما يحين اجلي واندفن فيها، بيسلم لي على امي ويقول لها على مطرحي عشان لو قدرت تيجي تزورني. بينا غفير الطابور، بينا. مصحوبين بالسلامة يا خال، مصحوبين بالسلامة. أني عارف إنها تقيلة عليكم، عارف كمان إنكم كرهني، بس يمسركوا تعرفوا الحقيقة وتفهموا أني ليه عملت كده، خصوصا لما تلاقوا نفسكم عايشين في جنة ما كنتوش تحلموا بيها. أي مكان بعيد عن وطنك عمره ما يكون جنة فتح الله يا ابن أختي. خضرة، خلي بالك من نعمة، أي حاجة تلزمها أو تلزمك هتلاقيها عندك في غمضة عين. كتر ألف خيرك يا أبو نعمة، ربنا يجعلك دايما سند لأهلك وناسك. في يوم من الأيام هتدعي لي الدعوة دي من قلبك. ودلوقتي يا سيدنا أقدر أقول لك اللي يحب ما يكرهش، أني هندقولك يا مرات خالي، أني هندقولك. شاب هتوصل الجماعة لغاية موقف كفر الشيخ، هناك هتلاقوا عربية تانية مستنياهم، هيركبوها الجماعة وانتوا ترجعوا على هنا. أنا عايز أعرف هما واخديننا ورايحين على فين؟ ما بنتش السكة قدامك يا حاج، باين عليهم واخديننا ومغربين نواحي دمنهور وكفر الدوار.
طب ما تسأل حد من الغفر اللي ورانا دول يقولولنا واخديننا على فين. ياما ما حدش هيقول حاجة، 100% فتح الله محرج عليهم. أنا عارفة احنا رايحين فين. طب ما تقولي يا بنتي وتريحين. فتح الله واخدنا عزبة الحسيني يابا. عزبة الحسيني؟ وتطلع ايه عزبة الحسيني دي؟ دي عزبة اشتراها جوز عمتي ايام هوجة عرابي، وكان بيخبي فيها الثورجية اللي هربانين من الخداوي. عجايب. وانت ايه عرفت الكلام وتوعي منين على زمن عرابي؟ ده اياميها كنت لسه في اللفة. فتح الله اللي قال لي عليه، وقال لي ان ابوه الحاج اسماعيل خده معاه وفرجوا عليه، وكان دايما يقول لي يا سلام يا خضرة لو شفتيها هتحسبي نفسك في الجنة. تبقى هي ما خدتوش بالكوا لما قال لك بكره هتدعيلي لما تشوفي الجنه اللي هوديكي ليها؟ وانت يابا رديت عليه وقلت له ايه؟ مش قلت له اي مكان بعيد عن وطنك عمره ما يبقى جنه؟ الحقيقه انا مش قادر افهمك يا شيخ حامد. انت مش وافقت زي الباقيين على راي سيدنا، وقلت بلسانك وبرضاك ان اي محاوله تسبب فرتينه بين الحسينه لازم تنضرب بمنتهى الشده. ايوه بس لما تكون فرتينه بصحيح، فرتينه بحق وحقيق، ما هياش تلفيقه يا شيخ الغفر. سامع يا سيدنا؟ شيخ الجامع بيقول تلفيقه يعني جنابك والعبد لله ملفقين التهمه للحج عبد الرحمن وجماعته. سيدنا لوحدنا حب قالوا. حاضر يا سيدنا الاذن. ايه الحكايه مولانا؟ ليله امبارح كل ما تشوف وشي توشوشني وتقول لي حرام يا عمده زودتها يا عمده. ايه دلوقتي بقالك اكتر من ساعه ما تتكلم عن الضمير لما تغلبه المصلحه. ما تقول لي ايه اللي في دماغك دغري؟ اللي في دماغي واجبي يا عمده، واجبي بيحتم عليا اني انبهك وفكرك باللي نسيته. تنبهني ليه؟ وايه اللي نسيته عاوز تفكرني بيه؟ هنبهك للي انت بتخطيله يا عمده، وهيشدك للغريق الظلم. الظلم يا عمده لو خرج الظلم من بني ادم عادي اهون 100 مره من ظلم الحاكم اللي ظلمه بيعم على كل اللي بيحكمه. تاني هام افكرك بنفسك فتح الله. فتح الله اللي كان آية في رجة القلب والحنية وحب العدل والدفاع عن الحق. راح فتح الله ده، وجه بداله فتح الله اللي ماسك كرباج في ايد وسلسلة في الايد التانية، لا ومصمم انه يحكم في اللي ما يملكوش، لا وعشان يحرم طريقته بانتخاله من حق شرعي حلله المولى سبحانه وتعالى قام شردها هي واهلها. ومش كده وبس، ده غيرته من اخوه خلاه يظلمه هو كمان. اهو هو دي فتح الله اللي انا شايفه قدامي دلوقتي، وصدري ضاق من حزني عليه، وبقولها بسري: يا خساره يا خساره يا فتح الله يا خساره والف خساره. امال لو كان صابر الحسيني هو اللي مكانه كان عمل ايه دلوقتي؟ لكن الظاهر ان ده طبعي فيكم يا حسينة، ومرض ما منه الشفاء. خلاص خلصت كل اللي عندك يا مولانا. ايوه يا عمده طلعت كل اللي في صدري، ولو ما عندكش اللي تقولهولي اسمح لي انهض العصر في الجامع. صبرك بالله يا مولانا، العصر لسه بدري عليه. الكلام اللي قلته ما يتسمعش من ودنه ويخرج من ودن التاني. كلمني عن الظلم والقسوة والغيرة كأن شيطان الرجيم والعياذ بالله بذات نفسه. بس ما سألتش نفسك قبل ما تقول الكلام ده عن حالة البلد والخطر اللي بيحاوطها من كل الحالة. والخطر يا شيخ الإيرانية بيبتدوا من جوا. انضرب العمدة بإيد أقرب الناس ليه، أخوه وخاله وبنت خاله، وما
الغرض يبهجلوه وشتتوا فكره ويخلوه يعيش في وساوس وساوس بالليل ويلك بالنهار. وده ما ينفعش. العمدة اللي يسيب نفسه للموال ده ما يقدرش لا يراعي لا بلده ولا أهل بلده. العمدة الصح هو اللي يضرب ضربته الأول ويسبك حتى لو الضربة دي صابت البلد مش يسبك. هي دي السياسة يا مولاي. السياسة تراعي صالح الكل وتريح ضميرك حتى لو دوست على أهلك. شوف يا فتح الله، أنا يمكن ما أقدرش أجريك وأفهم اللي في دماغك، لكن في الأول وفي الآخر هدى ربنا إنه يهديك ويجعل في ميزان حسناتك العدل والصلاح. الله يعينك عالشجا والبلا، يا هل ترنت على قلبي ولا جنيت. الله يعينك عالشجا والبلا، يا هل ترنت على قلبي ولا جنيت. فلك نبلبل ليه بجلبل بلبل، على كل حال بيدك زرعت وجنيت، على كل حال بيدك زرعت وجنيت. انت تاني جاي ليه؟ ما تاخذنيش يا ود عمي، انا حي الله جاي ابلغ رسائل. رسائل اللي جاي تبلغها؟ اكيد طبعا من علام. عم بيقول لك انه خد بنت الشيخ ايوب وسافر بيها بلاد الله اللي خلق الله، وما يعرفش مركبهم هترسى على انهي شط. وعم بيقول لك ما تزعلش مني، ما كانش قدامه حل تاني. ايه بتوقوق ليه؟ في حاجه مش عارف تقولها؟ معلش يا واد عمي، اصلا حاجه تخصني وخايف تتضايق مني. يا سيدي مش هتضايق، قول وخلصني. في الأول دي أمانة بعتها عم علام لجناب عمدة بشنين، وبعدين يعني عم يقول لك يعني ويوصيك علي ويقول لك يعني لو قدرت تلقالي شغلانة أو مطرح يتويني يبقى كتر خيرك. الله نمت علام الروالي يبعت لي جوابات. ماني استغربت، قلت ما بيتهوش، لازم اجيبه لسيدنا عشان يقرا ويشوف ايه اللي فيه. خير ما فات لما نشوف علامه فندي كتب لي. بسم الله. حضره المحترم جناب سيدنا عمدة البشنين، ارجو انك تسامحني لاني ما قدرتش اجب ذات نفسي واستاذن في السفر، لان كل الظروف متلخبطة، ماني تقريبا هربان من الشيخ أيوب وولاده يعني غصب عني. كان نفسي أفضل طول عمري جارك وأخدمك بعناية، لكن ما باليد حيلة. إذا كنت هتسامحني هتجرأ وأقول لجنابك حلمك شوية على أهلك وأهل بلدك، وريت تكمل زي ما بدأت. فتح الله اللي بعدله وقلبه الطيب ضرب المثل لكل، حتى علام بيلومني. نهايته اذا كنت يا سيدنا محتاج لواحد مخلص زيي يبقى رجلك ومرسالك وتامنه على اسرارك، يبقى ايده بايد المندوه. فارجو انك تجرب
يندهوله يقولوله يا صعيدي كان صياد على مركب نيلي جاي من سوهاج ورسف دمياط اشتغل حبة في عزبة البرج وبعدين جاي على البراري قاصد الشخلوبة اصطادوا ايوب في السكة وخدوا يشتغل معاه في العزبة واظن عمر الشيخ ايوب ما حيصفاله اول ما يعرف انه ساعدني في الهرب مع بنته. السلام ختام. فين الجدع دي اللي بيقول عليه علام؟ بره مستني يروح معايا. ما اصله اني حسكنه معايا في دار علام. شرف تحت امرك يا جناب العمدة. هات الجدع دي اللي جاي مع المندوب. عمري جناب. انت قلت لي ايه؟ هتقعد في دار علام؟ ليه؟ هي مش ملكه؟ هتحط ايدك عليه؟ لا يا سيدنا، ده انا هحافظ له عليها اما يرجع من غربته. مفيش غريب الا وهيجيله يوم يرجع لداره. الجدع هو جناب العمدة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تعال جرب. انت اسمك ايه؟ خدام جنابك غتوري عبد التواب الطماوي. غت ايه؟ غتوري. ما هي صعبة صعبة تقيلة في النطق. عشان كده يا كبير الناس في النواحي دي بينادموني ويقولوا لي يا صعيدي. صعيدي صعيدي وسهلة سهلة. مندوب خد صعيدي وشوف اذا كان بيعرف كل اللي كان بيعرفه علام ولا لا، وبيعرف النواحيدي ولا لا. عرفني ايه يا كبير؟ يعرفني ايه؟ انا النواحيدي اعرفها بلد بلد، مش النواحيدي وبس، لا انا اعرف بلد بلد او شبر شبر في بره مصر كله. وديه جنابك يعني مش اول مشوار لي، والارض دي عشان خاطرك وعشان خاطر الناس الطيبين اللي فيه انا نويت اقعد فيها العمر كله. بقى يا نعم انا خايفه لا تدوخي من المرجحه، نزليها يمه. يلا يا حبيبتي. لا يا ستي سيبيني شويه. والله وصدق ابوكي يا نعمه لما قال ان المكان هنا جنه. انا عمري ما شفت مطرح بالحلاوه دي، وفين على وش الميه عدل. لا وشوفي كمان يا خضره الجنينه كبيره قد ايه. يا ترى يا فتح الله كنت موضه بالمطرح ده لمين؟ للمصروية طبعا. مالك يا خضرة سرحانة في ايه يا بنتي؟ في اللي اني شايفاه يما، البيت والجنينة طلع الجنة صحيح زي ما قال. ولا اللي ورا البيت زريبة بهايمها وأوضة فرن وأوضة خزين، ده غير عشة الطيور اللي على البحر عدل. يبقى بعد كل ده نقول كتر خيره ولا لا؟ لا. ما فين ابوي؟ ابوك بيتوضى عشان صلاة العصر وجارية من الجواري بتصب عليه. بالك يا خضرة بيخدم علينا كام في الدار دي؟ ثلاث جواري وثلاث تنفار من التملية. والغفر نسيتي الغفر يا امه، دول يجرهم اكتر من عشرة. طبعا يا بنتي مش بيحرسونا ويحرسوا الدار دي كلها؟ لا دول مش حرس يا امه، دول سجانين. بينك مش هتسامحيه عمرك كله يا خضرة. لا ولا هقول زي ما انت بتقولي انه كتر خير. يلا يا نعم زي يا حبيبتي. ربنا يشفيك من اللي انت فيه يا بنتي، وقادر ينسيك اللي مكلبش في قلبك. مين اللي جايين وراك دول يا علوان؟ دول سخاوية الزاوية يا سيدنا، وخدوا مني إذن عشان يقابلوا جنابك. يقابلوني ليه؟ عاوزين مني إيه؟ أنت أضرب اللي عايزينه يا سيدنا،
السلام عليكم يا عمدة بشنين. أو زي من عمدة بشنين عباس يا سخاوي، عندك مظلمة ولا شكوى؟ لنا حداكم طار ودم، وانت لامم ناسك وجايبهم وراك بالليل عشان تدور على طارك. ما كنتش أحسب إني ليها واجب. الأول كده دخلتكم غلط، ما حدش يكلم عمدته وهو راكب، والعمدة واقف على رجليه. انزل انت وقريبك الأول، وبعد كده قول اللي انت عاوز تقوله. ايه؟ وده مين دي؟ صبر الحسين يا ابو الحاج. ايوه انت اللي كرشك فتح الله من الدوار ونفك للعاصي. والله بارك اننا شفناك وسمعنا صوتك يا عمدي. يعني مش عمدي عباس، وعمدتكم واقف قدامكم اهو، ربنا يديله طول العمر والصحة. ده عمدتك انت. استنى بس يا بعك، استنى يا اخي، وانزل من على الحصان. أمر الله. أدينا سمعنا كلام صابر ووقفنا على رجليني، هتسيبنا واقفين كده يا عمدي؟ لا ما تجيش، تفضلوا على المضيفة، تفضلوا. القهوة. ما بنشربش قهوة اللي لينا حداه وطار. سيبهم براحتهم يا غفير، شوفوا بقى حدوتة الطار دي حدوتة مسخة ملهاش طعم. احنا قبضنا على اللي طخ جعفر وحماد وسلمناه للمديرية، وهو دلوقتي مرمي في السجن طنطا مستني الحكم. طب الناس صالح بالقضايا والمحاكم يا عمدي، حقنا ناخده وايدينا، ما احناش عجزة عشان نتمحك في الحكومة ونقول لها تاخد الطار بدلنا. اعرف بقى مين اللي هيتكلم معاي، الصغير ولا الكبير؟ اسكت انت يا بكر، ما تتكلمش الا لما اقول لك. بدي افهم الاول، ايه اللي ورا زيارة الميمونة دي؟ العدل يا عمدي. وايه هو العدل في نظركم يا حاج عباس؟ العين بالعين والسن بالسن. برضو ما فهمتش. نفهمك يا عمدي، انت لسه جايلها بلسانك من حبة. اللي طخ جعفر وحماد مرمي دلوقتي في سجن طنطا مستني الحكم. وبعدين تقدر تقول لي عبد الله اخوك هيبقى قصاد مين بالظبط؟ بفرض يعني انهم شرجوه، هتبقى روحه قصاد مين من ولادنا؟ جعفر ولا حماد؟ قصاد الاثنين. ما ينفعش يا عمدي. امال ايه اللي ينفع يا سخاوي؟ قول له انت يا بكر، رسيها على الاصول، روح اخوك قصاد واحد بس من ولاد عمنا، يبقى لنا في رقبه الحسينه روح التم والجنون اللي انت هربت اخوك بيه مش هيناولنا اللي احنا عاوزينه، وحنبقى مجبورين نحقق اللي احنا عاوزينه بايدينا، ويبتدي طار بينا وبينكم ما ينتهيش، طار بايت. يبقى ايه العمل؟ انا سامعك لغايه لما تفضي كل اللي في جرابك. الحل اننا من اوله نقطع دابر الطار. ازاي يا شيخ السخاوي؟ زي ما سلمت عبد الله للحكومة سلمنا شاهد ونبقى خالصين. بسم الله ما شاء الله. هسلمكم شاهد اخوي عشان تقتلوه وتقولوا العدل اتحجب وبقينا خالصين؟ هي دي الاصول يا عمدي. يظهر الاصول عندكم ليها معنى تاني غير اللي عند باقي الخلق كلها. مهمات اللي انتوا عملتوه لما حطيتوا على قرايبكم المسلمين الطيبين في بيت السخاوي، تركتوهم برا ديارهم وطلعتوهم ورحلتوهم عشان تستفردوا بالبلد، وبعديها بعديها بشويه تنطوا على بشنين ذات نفسها. ما عملتوش اعتبار لشد الراجل الكبير الشيخ يونس، اجبرتوه انه يسيب بلده عشان يروح لاجئ عند ابنه بشير في كف الشيخ. ملعوبكم باين ومفضوح يا خربان السخاوي، والأصلح لكم انكم تدوروا على ملعوب تاني ولا تخدوهم من قصرها وترجعوا.
مطرح ما جيتهم. انت ازاي تكلم كبرنا؟ بالله يا سيدي يا فكر نفسك عمدتنا؟ لا فوق لروحك. وقت صامت وقت صامت وروح العب فيشة مع الصغار اللي جاتك. اظن عيب قوي يا عمدي تكرش حد مننا من بيتك. امرنا يا سيدنا. يعني ما ندهتش عليكم بس جيتهم في وقتكم عشان توصلوا بقى وعباس والانفار اللي جم معاهم لغايه الكوبري. نصيحه مني ليكم ما تجربوش من بجني اخرك الكوبري. ونصيحه مني قصاد نصيحتك وقدامك لاخر الاسبوع الجاي عشان تسلمنا شاهر والا الدم هيجري بحور. يلا يا عباس انت وقريبك قدامي من غير ما حد منكم ينطق كلمه زياده. ما شاء الله يا اخويا اهو كبر اهو وشان ابو جرب يخط عشان ابو قولي لي شان ابو جرب عشان ابو اصفر لازم يجي 150 شهر. ليه يا اخويا؟ هم اولاد العمر زي اولاد التانيين برضه. ايه وهيفرقوا يا اصفر ريشه؟ لو انت سابق ريشتين ريشه فضه وريشه ذهب دي بقى تحدوت. لا بجد يا جازية يا عيوني الجازية اسم مين اللي أحلى؟ شناب العمدة إسماعيل فتح الله الحسيني شناب العمدة مصطفى فتح الله الحسيني. وده اسمه إيه بقى؟ هزار ولا بتتكلم جد؟ يكون في معلومة إن ابن العمدة الكبير هو اللي بيبقى العمدة. يعني اللي هيبقى العمدة إسماعيل فتح الله الحسيني. أما مصطفى بتاعك ده فخليه هناك في السرايا بعيد عن هنا خالص. قلتيها من بدري قوي عايزة تسرعي الفرجة بالإخوات. أنت اللي قلتها قبل يا عمدة وبتسأل مين فيهم اسمه لايق على العمودية أكتر من التاني. يا ربي يوم النصار خليهم لما يكبروا يحبوا بعض ويشدوا ظهر بعض. أيوة زي ما شاهر حبك وشد ظهرك. يا ليه تأخرت؟ هي مين دي إن شاء الله؟ اللي بتعرف تديك على دماغك وتمشيك على العجين متلخبطوش. عرفتيها ولا لسه؟ أنا مفيش حد يستجري يديني على دماغي حتى لو كانت الحجة ست اخواتها. ويكون في معلومة بعد الكف اللي اديتهوني عرفت ازاي اخوفها ووقفها عند حدها. دي بأمارة ايه؟ بأمارة ان ام العمدة اللي جاء. قلت يا بدري قوي. العمر الطويل لك يا اخويا بعد الشر عليه. ربنا يخليك لينا وما يحرمناش منك ابدا. اهو كلام بيجيب كلام وكلام الليل مدهون بزبدة. هي هنا كنت بهرب واروح لها واقول لها اللي في صدري. نورني برايها لكن دلوقتي ما فيش غير الحيطان والجاسيه. الحيطان احن. لا هذا الوقت اصبح على خير. وانت من اهل تعال يا اسماعيل في حضن امك. تعالى يا حبيبي تعالى احكي لك حدوته. كان يا مكان يا سعد يا اكرام ولا يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. اتاخرت عليا قوي يا توح. ايه ما وحشتكش؟ يا ريت الاقيكي قدامي دلوقتي. يا ريت. وحشتك قوي الحجة ست اخواتها. شي الله يا سيد يا بدو. مساء الخير عليك يا ام. مساء الهنا والسعادة يا حبيبي. تأخرت ليه؟ قلقت عليك. ابدا يا ام ماني كنت جاهز في مكتب المحامي مستني لغاية ما يجي.
وجاب التصريح؟ ابدا يا امي، قالوا له ان عبد الله معاند وراكب دماغه ومصمم ان ما حدش يزوره. حتى امه لازم ما حدش قال له انني عايز اشوف. لا قالوا له يا امه، بس هو قال لهم انه بيعتبر نفسه ميت وانه عايز الكل يترحموا عليه. ليه كده بس يا ربي؟ حرام عليك يا ضنايا، يعني خلاص ما عادش فيا حل القهر ده كله. يا ريت ابوه. بعد الشر عليك يا ست الكل، ان شاء الله احنا. جرالك ايه يا امه؟ انت قوم كده صدقتيني. ايه جواب صدقتك؟ هو انت ما روح؟ انا بضحك معاك يا امه العمدي، جرالك ايه؟ ما تقلقيش، المحامي جاب التصريح وبكره الظهريه هنروح نشوف عبد الله. اخص عليك يا حسن، تعمل كده في امك؟ حقك عليا يا امه، والله مقصود، وخصوصا انني عارف ان انت ست جامده وقلبك مش خفيف للدرجه دي. ايوه ما كلكم فاكرين ان انا ما عنديش قلب وان انا ما بحسش. العفو يا امه، ده انت كلك حنيه وما فيش اطيب ولا ارج من قلبك. اتمحلس اتمحلس وكل بعقلي حلاوه، لولا اني فرحانه ان انا رايحه لعبد الله كنت طبقت في زمرة رقبتك. طب الحمد لله. يلا قوم غير هدومك وتعالى كل لقمه. لا ما تتعبش نفسك يا امي، ماني تعشيت. اصل المحامي اصر يعزمني في مطعم قريب من جامع السيد البدوي. وماله؟ باين عليه طيب وابن حلال. قوي قوي يا امي، ما اقولكيش. لا وما تعرفيش كمان قال لي ايه؟ قال لك ايه؟ قال لي ان المحكمه احتمال تدي عبد الله حكم خفيف علشان حاجه كده في القانون اسمها ظرف يخفف. سيبوه يحلم براحته. خلي عشمك في الله سبحانه وتعالى، وهو ان شاء الله حيغفر لك ويعفو عنك. هو ده الامل اللي فاضل جواه يا امي. انا مانيش عشم لا براءه ولا في تخفيف حكم، لان عارف اللي انا عملته ده مش من حد. اذا كان حماد ولا جعفر افتروا على رضوان اختي، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قادر يجازيهم على اللي عملوه. ايوه يا عبد الله، بس انت حالتك النفسيه ساعه ما سمعت الطلاق رضواني كانت حاله جنون تقريبا. المحامي هو اللي قال كده، وقال كمان ان القاضي هيقدر الحاله دي وهيحكم على اساس انك ما كنتش في حاله طبيعيه، وانك ساعتها بالذات ما كنتش واعي للي بتعمله. اما نشوف ساعتها يعمل ايه يا حسن. كان بودي اقعد معاك هنا في طنطا لغايه ما يطلع الحكم، لكن اتاخرت. ادي لي يومين بحالكم، واخوك العمده زمنه محتاج لي. عارف يا عارف. سلمي لي على شاهر ورضوان وقولي لفتح الله خد بالك كويس قوي من اللي بتربص منك. فتح الله مش عايز وصايا، فتح الله عينيه في وسط راسه. بالاسم يا سيدنا. خير يا شرف. صبري الحسيني. ماله؟ بره وعايز يقابل جنابك. صبري الحسيني ده ابن عمدتك السابق، لما تقول اسمه تقول سي صبري الحسيني، مفهوم؟ خليه يفضل. حاضر حاضر يا سيدي. ترى وراك ايه يا صبري الحسيني؟ اتفضل يا صبري. السلام عليكم يا عمدي. سلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. خطوه عزيزه. اهلا وسهلا. اتفضل 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 اتفضل. اهلا 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 يا ابو فرادك. الله يبارك فيك يا ابو اسماعيل. هني اسف لو كنت طبيت عليك فجأة. يا راجل ما تقولش كده، باب الدوار مفتوح وباب القاعه دي مفتوحه لاي نفر في اي وقت. هل بت بتقول لنفسك دلوقتي عايز مني ايه صابر؟ ويا ترى ايه اللي في دماغه؟ انا بعمل لك يا ابو سيادك، حتى من قبل ما تتصدر لاولاد السخاويه ليله امبارح وتقول اللي قلته لعباس السخاوي هو اللي كان لازم يقوله هاي نفر من عسينه، وده الموضوع اللي جابني دلوقتي. قول وني سمعك. ننسى كل اللي فات وعاف الله عما سلف، ونفتح صفحة جديدة ونحط ايدينا في ايدين بعض، ولو لغاية ما نطرد الغربان من ميت السخاوي. كل ده المكتوب وحكم القضاء، ولا حال عالو الاشياء ماشية ورضا. هو ابن ادم ريشة طايشة في قضاء، ده الصبر طيب والسؤال له جواب. نعمل صواب تاخد نصيبك سواب، واحسبنا
وحسابنا عند الله يوم الحساب والصبر الطيب الصبر الطيب بحر الحياة متاهات وبر النجاة في الغيب وطايحة بمرياح القدر في ايدينا دفة تحدد الاتجاه وعجل يهدينا نفادي الخطر ونشك سكتنا في قلب الضباب والصبر طيب الصبر طيب لكل ده المكتوب وحكم القضاء ولا حلنا عين الاشياء ماشية ورضا قوة لآدم ريشة طايشة فضاء الصبر طيب وسؤال وجواب دعم تصدق مصيبك سواب وحسبت عند الله في يوم الحساب وحسبت عند الله في يوم الحساب الصبر طيب الصبر طيب والصبر طيب واللي راح راح رحنا فيه وعايزين نكون والحق والحرية أصل الوجود عالأصل دور والشدايد تهون وأبو قلب طاهر دعوته تستجاب والصبر طيب الصبر طيب